فاصل مع الفقرة الثانية إن شاء الله كلها هتعجبكم، مع أستاذة شاهناز عبد الغني أخصائي الطب التجميلي. أهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي، ازاي اهلا وسهلا حضرتك اهلا وسهلا. أستاذة شاهناز عبد الغني؟ أخصائي الطب التجميلي وحاصلة على دبلومة التجميل اللاجراحي، وحاصلة على دبلومة التغذية العلاجية، ودبلومة وحاصلة على شهادات الجامعة. حاجات كتير قدامي بصراحة، أحب أنتي بنفسك تعرفيها للجمهور. مبدئيا كده اهلا وسهلا طبعا بيكي، انا سعيده جدا ان انا في البرنامج معاكم وفي القناه الجميله ديت. احب الاول اعرفك ايه هو الطب التجميلي. طبعا هو البرنامج برنامج اخصائي تجميل، ولكن في جزئيه هنا هوت بعيد عن البرنامج، وده الجديد في المجال، ان انا بعمل دمج بين الطب التكميلي واخصائي التجميل. انا عايزه الاول حضرتك تاخدي نفس عميق كده. انا عارفه انت اول مره تطلعي على الهوا، بس انا فعلا انا لما جالي الكارير بتاع حضرتك والتايتل بتاع حضرتك، انا حسيت ان فعلا لازم تبقي اول حلقه معايا. انا ميرسي. عايزاكي كده بالراحه تعرفي الجمهور هي مين شاهناز عبد الغني. شاهناز عبد الغني اخصائي طب تكميلي، اخصائي تغذيه علاجيه، اخصائي العنايه بالبشره والشعر، حاصله على شهاده البورد الامريكي، حاصله على شهاده جامعه النيل. انا سيرابيست، انا مش طبيبه، ولكن انا حصلت على الدبلومات دي، دبلومات مهنيه اهلتني لمجال العمل. انا اونر مركز الحياه للرشاقه والجمال، عضو نقابه المهن التجميليه والرعايه الصحيه. كانت من هنا البدايه. ساعه ما دخلت اخذت دبلومه الطب التكميلي، اكتشفت ان في رابط كبير جدا بين الطب التكميلي وبين التجميل اللاجراحي. مبدئيا بس احب قبل ما اتكلم في الرابط اقول ايه هو الطب التكميلي. هو الطب التكميلي هو الطب البديل، هو الطب النبوي، ولكن انا ليه اخترت في العنوان بتاعي او عنوان الحلقه علاقه الطب التكميلي بالتجميل اللاجراحي او بالتجميل عموما؟ لان الطب التكميلي فيه كذا فرع من الفروع. اولا الطب التكميلي هو طب مكمل للطب السائد، مش بديل ليه. اما مصطلح الطب البديل هو طب بديل عن اي حاجه تانية. كلمة بديل دي لوحدها فأنا استبدلت بيها أي حاجة جنبها، ولكن طب تكميلي فأنا بكمل، أنا بسند الطب يعني بتاعنا. مع الطب البشري في طب بيكمل، بنكمل الطب برودكت بيكمل المادة. صح كده. فالطب التكميلي هو كذا فرع. طبعا احنا النهاردة هنتكلم عن فرع واحد من الفروع دي، وهو العلاج بسم النحل. العلاج بسم النحل ما بيقتصرش على العلاج المشاكل الصحية، لا، هو دخل في التجميل اللاجراحي، دخل في جميع مشاكل الجسم، دخل في التنحيف، فعال جدا جدا. فهناخدها خطوة خطوة. سم النحل ايه هو الاول، او تركيبته ايه هي؟ اولا احنا هنتكلم النهاردة عن سم النحل. سم النحل دوت منتج طبيعي، مفيش حد اتدخل في صنعه، ده من صنع الله سبحانه وتعالى. المنتج سم النحل غير قرصة النحل؟ طبعا. يعني احنا كنا يعني الفترة من زمان كده بنسمع بنشوف بيجيبوا النحلة ويقرصوها في المكان المصاب ويقول لك خلاص كده المريض خف. صح. ايه بقى الفرق بين سم النحل وقرصة النحل؟ سم النحل وقرصة النحل هي المادة واحدة، لكن الفرق كبير. احنا لما نيجي نعالج مريض بسم النحل بقرصة النحل، القرصة بتقرص في مكان معين. ايوه. يعني احنا دي وجعانة فاحنا هنقرص هنا. ايوه. فالقرصة المفعول بتاع المادة نفسها في المنطقة اللي احنا لسعناها بلسعة المصابة. النحلة المصابة. في التجميل بتاعنا ما ينفعش نلسع بالنحلة. ليه؟ احنا بنشتغل على مساحة مش على منطقة صغيرة. فالمساحة دي انا عشان اضمن انتشار المادة على البشرة، فما ينفعش عن طريق سم النحل. تمام. بندخله بالطرق بتاعتنا احنا، طرق التجميل. اولا سم النحل ليه طريقة، وطريقة معتادة للجسم كله، وللبشرة وللشعر ليه طريقة تانية خالص. طريقة البشرة والشعر فإحنا بندخله عن طريق الديرمابن. ليه؟ بنضمن انتشار المادة على الوجه بالكامل، أو انتشار المادة في فروة الرأس بالكامل. ولكن لو دخلناها حقن مباشر فبرضه احنا حقنا حقن مباشر في مناطق معينه. حضرتك ممكن تقولي لي ما احنا ممكن نحقن برضه كذا منطقه. لا، هنا ما ينفعش. زي مثلا الابر السكين بوستر والحاجات دي بناخد الماتيريال. هقول لحضرتك على حاجه، سم النحل مختلف تماما. سم النحل ليه جرعه معينه ما نقدرش نتخطاها. ايوه. باي شكل من الاشكال ما نقدرش نتخطاها. الجرعه دي حكمانه. فالجرعه دي انا عايزه اوزعها على البشره بالكامل. هضمن انتشارها وتوزيعها توزيع سليم
بتدير ما بيننا ديرما بين. مش بالحقن. في اماكن تانية يعني في التنحيف في تنسيق القوام هنستخدمه حقن، مع ان برضو في جرعه وجرعه يعني محدوده ما اقدرش اتخطاها، لكن لا هو فعال جدا جدا في الدهون. فسم النحل اثبت فاعليه رهيبه في جميع مشاكل الجسم. حضرتك قلت لي ان انت عامله بحث عن موضوع سم النحل، انا عملت بحث يعني عن موضوع سم النحل فعلا، مش بس قرايه بس، لا انت لا لا عامله لا بحث هو مش اوريدي. قرايه على فكره، انا اشتغلت بسم النحل تمام. وطبقت جلسات، بتطبقيه عندك في السنتر؟ طبقت جلسات وعندي حالات كتير اتعالجت بسم النحل وثبت يعني فاعليه جباره بامانه الله جباره، ساعد اسرع على حل المشاكل عن العلاجات العاديه، عن ايوه. الميزوثيرابي العادي، عن الطرق التقليديه اللي احنا بنستخدمها كثيرابيست في علاجنا. ايوه. انا عملت البحث على اساس ان انا يعني انا بنضم لمعهد الفيحاء في دبي، انا طالبه في معهد الفيحاء في دبي، والبحث دوت اتقدم لي، كانت اتاح لي الفرصه دكتور محمد الجيلاني من خلال برنامجكم طبعا، انا بحب اشكره جدا جدا اكيد. جدا، اداني الفرصه ان انا انضم لمعهد الفيحاء في دبي، وان انا ادخل مؤتمر زابيست. مؤتمر زابيست ده كان 4 نوفمبر، المؤتمر دوت انا شاركت فيه، ولكن المفروض البحث كان يتناقش فهم اجلوا البحث ل 20 يناير، فاللجنه نفسها او دكتور محمد الجيلاني شاف البحث طبعا قبل حتى ما يتكلم عنه في المؤتمر، وقال ان البحث ممتاز جدا. هو بصراحه هو اللي شجعني الانطلاقه في الموضوع ده، واللي شجعني ان انا اظهر بيه في التلفزيون عندنا، واللي انا اظهر بيه في اي مكان واتكلم فيه بطلاقه، كان راي دكتور محمد الجيلاني. طبعا تحياتي ليه من خلال البرنامج، واي نجاح ليا باذن الله في المستقبل كان هو الداعم ليكي. الداعم ليا بصراحه. البحث اللي انا عملته اتكلمت فيه عن الطب التكميلي وكذا فرع في الطب التكميلي، مش سم النحل تحديدا. فاحنا النهارده هناخد حاجه واحده من البحث دوت، وهي سم النحل. تمام. وزي ما قلت لحضرتك سم النحل بيدخل في علاج مشاكل الجسم بالكامل. اطباء كتير جدا ممكن مبدئيا يعني الجدير بالذكر اللي انا مش عايزه انساه، ان سم النحل دخل في شركات عالميه، شركات كوزماتيكس كبيره جدا دخلت سم النحل في البرودكت بتاعت العلاج. المواد بتاعتها، مستحضرات التجميل كلها دلوقتي بقى فيها سم نحل. انا ساعات بقرا كده ان فيها سم النحل من ضمن في البرودكت منتجعات بتاعتها. صحيه، منتجعات صحيه خارج جمهوريه مصر منتجع العربيه طبعا، صحي. منتجعات صحيه منتجعات. في اماكن كتير جدا بتستخدم الماسكات اللي داخل في محتواها سم النحل. الشيت اللي بيتحط ايوه. على البشره ده اصلا من تركيبته سم النحل. طب قولي لي، يعني انا مثلا لو عندي مشاكل في بشرتي، يعني انا في ناس بيبقى عندها تجاعيد، خطوط رفيعه، بشرتها دبلانه مش نادره، هل سم النحل ده حضرتك بتشتغلي بيه معاه؟ بنشتغل بيه جميع مشاكل البشره. تسمحي لي بس مبدئيا اقول لك تركيبه سم النحل. اتفضلي. سم النحل بيتركب من مجموعه احماض ومجموعه بروتينات بتساعد وتحفز الخلايا الجلديه على انتاج ماده الكولاجين، وفي نفس الوقت بتشغل الجهاز المناعي للجسم. من هنا احنا استخدمنا التركايه ديت في التخصص بتاعنا احنا. سم النحل بيعالج الخطوط، بيعالج التصبغات، بيعالج علامات تقدم السن، بيعالج السكارز، بيعالج الحفر والندبات. الحفر والندبات، بيعالج حب الشباب. ده بالنسبه للتجميل للبشره. بنستعمله ازاي؟ يعني ايه حضرتك بتستخلصيه ازاي؟ ويعني انا دلوقتي جيت لك بيشنت وعايزه اعمل جلسه سم النحل عشان بشرتي فيها حبوب. البيشنت بتيجي بتقولي مشكلتها ايه، فانا بعرض عليها العلاج. العلاج بتاعي انا بدخل في جلسه الديرما بين بتاعتي منتج، لازم اكون واضحه وصريحه معاها. تمام. المنتج دوت هو منتج طبيعي، طبيعي جدا جدا، نتائجه فعاله وممتازه، هي بصراحه مش بتعارض. وبعدين احنا بنستخدم زي ما قلت لك كميات معينه، احنا ما بنشتغلش بيه على طول لان سم النحل ليه اعراض جانبيه، فلازم اللي يشتغل بيه يكون فاهم كويس ايوه جدا. ايوه يعني مش اي حد يشوف مثلا لا الحلقه هو يروح مش ميزو سيرابي، يلاقي ميزو سيرابي لا 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 بسم لا لا النحل يعمله، لا هو مش ميزو لازم سيرابي. يكون حد سم بروفيشنال. النحل ممكن يصيب المريض صح. نفسه باغماء، ايوه. عشان حضرتك كده ده في لسه كنت هسالك السؤال ده، يعني في ساعات انا شفت حاله حد يعني بيعالج بسم بقرصه النحل، البيشنت الحاله بيجي لها المريض اغماء، اغمى عليه، بيجي لها اغماء. اغمى سم عليه. النحل اعراضه الجانبيه مش مأمونة، فلازم علشان يكون حد
عارف بروفيشنال كويس ومتمكن من قوي شغله. يشتغل بيه ازاي، تمام. وايه الجرعات اللي هبتدي بيها، وهعلى بيها ازاي، وهوصل لايه، وفي ليفل معين خلاص مش هقدر ازيد عنه نهائي. وبعدين المريضه اللي قدام مني ممكن يكون جسمها ليه رد فعل غير مامون، فبالتالي انا هعمل ايه، هتدخل ازاي علشان اوقف مفعول سم النحل. تمام. وانا مش هوقفه على طول، انا هوقفه في حاله واحده بس، ان الاعراض بتاعتها تفاقمت معايا، اعراض خلاص يعني مش هينفع كده ستوب. عشان كده المريضه لما تعمل جلسه بسم النحل انا بقعدها عندي في السنتر ساعه، ما ينفعش انها بتسأليها تمشي. عندك حساسية أو لازم اسال الكلام عن ده؟ الحساسيه، بتعملها اختبار وفي حساسية؟ الغالب 90% من البيشنت اللي بتيجي عندنا في السنتر ما بتبقاش امينه، ما بتبقاش صادقه، هي هي عايزه عايز تخرج تعمل الجلسة بالنتيجه وخلاص. وعايزه الجلسه، مش مهم عندها، فبتخبي. فانا كثيرابيست فاهمه كويس جدا وعارفه كويس ان ممكن يكون الكلام مش صدق، فبيبقى عندي حاجتين، حاجه توقف سم النحل مباشره في حاله ان الاعراض تفاقمت، والحاجه الثانيه لو ابتدت عليها الاعراض الطبيعيه اللي انها اللي ممكن تظهر على اي حد. الاعراض الطبيعيه دي بتبقى احمرار شويه في اللي هي المنطقه، الحساسية من أي منطق حساسيه، ممكن. حساسيه عاديه اللي هي احمرار، تورم بسيط جدا مكان الحته اللي احنا عالجناها بسم النحل، ارتفاع في درجه الحراره بسيط جدا، حكه، دي الاعراض العاديه. في اعراض تانية بتتفاقم، الكلام دوت بقى للناس اللي ايه، عشان كده بقول لك طيب. بنتدخل، بنوقف مفعول سم النحل في حاله لا قدر الله ان المريض دوت الاعراض عنده زايده شويه، ما طب احنا تنسبوش كده. يعني دلوقتي عرفنا ان سم النحل حضرتك بتستخلصيه، بتحطي معاه برودكت تاني بنحط معاه على برودكت حسب تاني الحاله. يعني على انا حسب عندي الحاله. حبوب ليها برودكت معين مع سم النحل، عندي زنادوره ليها برودكت معين مع سم النحل، تفتيح مثلا الكلام ده. حاجه تانيه بقى الشعر. بص بنستخدمه في يعني الشعر. احنا كلنا الحلقه دي تقريبا الفقره بتاعتي دي كلها عشان الشعر. دلوقتي الشعر، الصلع الوراثي، كتير مننا من الاشارة والطرحه والشمس، ان احنا ما بنتعرضش للشمس كتير طبعا، فيتامين د، فبيجي لنا مثلا شعرنا بيخف. هل حضرتك بتعالجي الموضوع ده؟ سم النحل بيعالج مشاكل، جميع انواع مشاكل الشعر، الصلع الوراثي، الصلع المبكر، الثعلبه، الفراغات اللي بتبقى في الشعر، الفراغات دي ممكن تكون فراغات نقص فيتامين معين، وممكن تكون نتيجه تطبيق لجلسات خاطئه، ايوه. نتيجه عملت جلسه بروتين خاطئه، استخدمت ماده مش كويسه على شعرها، فالتساقط بيبقى ليه اسباب كتير جدا. لكن في النهايه العلاج بسم النحل بيشتغل على ايه؟ بيساعد على سرعه انبات الشعره، بيحفز البصيله، بيقوي البصيله، معنا سوا في الكنترول والدكتور بتتكلم، استاذه شهناز بتتكلم. بيعالج تشوهاتها، فبالتالي احنا بنعالج من جوه مش بنعالج من بره بس، وفي نفس الوقت هو بيقوي روابط الشعرايه. فسم النحل بيعالج جميع مشاكل الشعرايه، مش بعتمد عليه لوحده، بحط سم النحل بشتغل بيه مع المنتج المناسب بصي لحالتها. حضرتك جايبه لنا الديرما بينا، هنوريها للجمهور، وان شاء الله الحلقه الجايه هنجيب ديمو، هنجيب شيزلونج، وهنشتغل عملي. احنا بنستخدم سم ده النحل، الديرما بين. سم النحل في البشره وفي الشعر بالديرما بين، ما بالديرما بين. بنستخدمش حقن مباشر. ليه ما بنستخدمش حقن مباشر؟ زي ما قلت لحضرتك لضمان توزيع الماده. في الشعر تحديدا في بيبقى التهابات، في لازم اضمن ان المريضه ما عندهاش التهابات، ما عندهاش جروح، لان المكان اللي فيه جروح هيشرب الماده اكتر من اي مكان الصور تاني، معانا على الشاشة. هيشرب المادة أكتر من أي مكان تاني، فدي نمرة واحد لازم أتأكد خلو الفروة من أي التهابات وأي جروح. الصور معانا هنا حضرتك، دي حالة صلع ولا شعرها خفيف؟ لا دي عندها صلع مبكر، صلع مبكر. عندها فراغات جامدة جدا، دي المفروض إنها عروسة، العروسة دي فرحها بعد كام شهر. يعني أنا لو عروسة وشعري بالمنظر ده، بالمناسبة أجيلك بس إمتى؟ أجيلك قبلها بقد أحب إيه؟ أقول لك إن العلاج بياخد شهور، سم النحل، علشان سم النحل عموما أو أي علاج بأي مادة طبيعي تانية الشعر بياخد للفراغ وقت. يبتدي نتيجته تبان من بعد 4 شهور من العلاج هو على أنت طول. حضرتك تروحي أي كلينك هيقول لك نتيجة الشعر من 4 لـ6 شهور. لا أنا الحمد لله بفضل الله العميلة دي تحديدا من بعد شهر ونص، نجيبها تاني من بعد بسرعة. شهر ونص لاحظت ان البيبي هير ابتدى يزيد، احنا شايفينه اصلا الشعرايه معايا. نفسها بقت اقوى بصرف النظر عن الفراغات، الشعرايه نفسها الطبيعيه اللي موجوده اساسا احنا حافظنا عليها، الشعرايه بقت اقوى، بقت امتن، التساقط وقف نهائي. انا كانت بتيجي لو تقول في لي صور تانية نعرضها برضو.
كانت بتيجي من تاني جلسه تقول لي انا سعيده جدا جدا بالنتيجه، انا كنت حزينه، انا ما كنتش عارفه انا هتجوز كده ازاي. طبيعي، اصل احنا البشره والشعر دول اساس الجمال في الراجل او في الست. بفضل الله بفضل الله، سم النحل ممتاز ممتاز ممتاز. وبرضو برجع اقول تاني، سم النحل بيستخدم بجرعات لسه معينه. هسألك، لو احنا استخدمنا بجرعات زيادة. لا لا لا، جرعات زياده لا. سم النحل اعراضه لا تحتمل، جرعات زياده هتزود اعراض الحساسيه جامده عندنا، هترفع درجه حراره المنطقه اللي احنا حقناها، هتبقى محتاجه انها تهرش كتير، سواء بشره سواء شعر سواء اي مكان في الجسم. يعني انا شخصيا بحقن نفسي للدوالي. طب ايه الخدمات التانية اللي حضرتك بتقدميها في السنتر؟ انا بقدم في السنتر لف تنحيفي، تنسيق قوام، من خلال طبعا الحقن بالميزوثيرابي، ومن خلال العلاج بسم النحل. بنقدم طبعا كل علاجات الشعر، علاجات البشره. السنتر عندي تحديدا انا شغاله فيه علاجات، مش شغاله فيه سنتر تجميلي بيوتي سنتر، لا احنا شغالين فيه. بس طبعا انت عارفه المسمى، ما ينفعش طبعا اقول عياده. السيرابيست ما بيقولوش عيادات، عشان كده هو مركز الحياه للرشاقه والجمال. بنعالج جميع انواع مشاكل البشره. هو حضرتك اصلا يعني انت سمعتك وصلتني قبل ما اعمل البرنامج، الله يعني يخليكي. كنت بس لسه بجهز البرنامج، ناس كتير بعتوا لي هاتي استاذ شهناز، لان هم جربوا فعلا شغلك وجربوا سم النحل. انا بالنسبه لي كان سم النحل ده حاجه جديده، كان اول مره اسمع عنه. ميرسي بس ميرسي احنا عايزين بقى الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم على التغذيه العلاجيه مثلا، وهنتكلم ازاي ان انا بسم النحل اقدر ان انا اعمل تخسيس. يعني كلنا عارفين الميزوثيرابي اللي هو بتاع التخسيس والتنحيف. في دراسات علمية أكدت إن المنطقة المصابة بالدهون المتراكمة والمستعصية عند لسع النحلة أو البديل ليها اللي هي حقن المنطقة بسم النحل، فهي بتفرز لعاب اللي اسمه لعاب الأيوني، بيصيب المنطقة دي، بيخسسها بنسبة 95% في المكان اللي احنا حقنا بيه. يعني هاي كده بتدينا، يعني اللي عنده كرش ان شاء الله هيخس. والله يعني انت كده حاجه والله كويسه قوي، يعني لا، انت وفي بتخلي الناس نفس كلها الوقت تتفائل، ليه لان كمان على فوائد فكره كتير. الميزوثيرابي بياخد وقت. يعني انا عشان اروح مثلا لو عندي مكان عايزه اخسسه باخد وقت، باخد شهور. انا عندي العميله بتيجي بالمزوره. عارفه باخد يعني ايه بتيجي شهور. بالمزوره؟ يعني داخله عندي بالمقاسات، بتمسك كده الجلسه دي، لو ما جابتش نتيجه هي مش هتيجي في تاني. اول جلسه بتجيب من النتيجه. اول جلسه، الجلسه اللي عملتها دي لو ما جابتش نتيجه هي مش هتيجي تاني. يعني بنقيس بالمازوره حضرتك بقول لك المكان، وبعد كده بعد بتيجي الجلسه بتقيسي بالمازوره، تاني. بنقيس لا ده في عند مراكز بقى بتقعدي مثلا يقول لك لسه بعد شهر لا لما تلاقي ما فيش نتيجه. الكلام ده. احنا بنعمل عندنا الطبيعي، الطبيعي جلسه كل اسبوعين. في باشا انت بتدخل مستعجله جدا، فممكن اعمل لها ثلاثه، مستعجله قوي اخري اقصى حاجه ماكسيموم 4 جلسات في الشهر، ما اقدرش ازيد عن 4 جلسات في الشهر، كتير عليها. فالاربع جلسات دول هي بين الجلسه دي معانا والجلسه دي. اتصال تليفوني؟ معانا اتصال؟ ما بين اتصلش. الجلسه دي والجلسه دي لازم تكون لقيت نتيجه عشان تيجي الجلسه اللي بعدها. انا عندي عميله بتيجي تمسك الفايل تقول لي لو سمحتي انا عايزاكي تدلقيه لي كله، انا عايزه الحقن بيه كله مره واحده. فاقول لها لا طبعا ما ينفعش، احنا ماشيين بنظام معين وبروتين معين ما ينفعش نغيره. بس النتائج الحمد لله في كل حاجه، في كل حاجه. سم النحل اللي انا ما قلتهوش في بدايه الكلام، ان زبانه النحل نفسها، ودي طبعا يعني ده خلق الله سبحانه وتعالى، بتحتوي على 18 نوع مضاد حيوي، 18 نوع منها الكورتيزون، الهستامين، الميتيدين، البلتادين. المضادات الحيويه دي هل كده يعقل ان في اي مرض في جسمك بتستخدمي له 18 نوع مضاد حيوي في وقت واحد؟ لا طبعا. احنا معانا الارقام التليفونات، هم كان في حد بيتصل، كذا حد بيتصل بس الخطوط مشغوله، عايزين يكلموا حضرتك. بس الارقام دلوقتي موجوده على الشاشه، لو يحبوا يتصلوا بيكي في اي وقت وان شاء الله. بس قبل ما اقفل انا عايزه اسال سؤال بس، من ست لست، يعني اتفضلي سيده لسيده، اتفضلي. مين الداعم ليكي ومين اللي خلاكي توصلي للشهادات اللي انا شايفاها قدامي والتايتل اللي حضرتك فيه ده كله، كسيده ست بيت وام وزوجه، مين الداعم ليكي ان توصلي للمكان ده وان شاء الله تبقي احسن كمان؟ مبدئيا الداعم ليا طبعا هما كانوا اولادي، يعني دي اول حاجه. اما بالنسبه على المجال المهني فانا عندي دكتوره سوزان، دكتوره سوزان ما شاء الله عليها، يعني ناس انا تعرضت
في السيشنات بتاعتنا وفي الكورسات بتاعتنا لمواقف كانوا بيحتضنوا المواقف ديت. في دكتورة صفاء من اسكندرية، في عندي دكتورة صفاء، في دكتورة أماني. دكتورة أماني دي أهم حد النهاردة، لأن هي الدكتورة بتاعة الطب التكميلي، هي اللي مدياني محاضرات الطب والدكتور التكميلي. حضرتك قلتي اسمه في دكتور الأول، محمد الجيلاني دكتور ده محمد حاجة تانية جيلاني. خالص، هو سبب إن أنا أفكر فكرة إن أربط الطب التكميلي بالتجميل في العموم. نورتيني يا أستاذة شاهيناز، ميرسي ومبسوطة جدا بالفقرة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية نكون فيها حاجة عملي أكتر من كده. ميرسي جدا، مبسوطة ميرسي إن أنا كنت أوي. معاكم النهاردة، ويا رب فقرة فارما مارت تكون عجبتكم، دكتور محمد الغامدي ودكتور هاني، وفقرة أستاذة شاهيناز، وانتظروني فقرات تانية كتير من برنامج أخصائي تجميل. دمتم في حفظ الله، سلمين، سلام عليكم.